ما معنى القلوب الضارعة؟ القلوب المتعلقة بالله، يعني قلب لا يشغله إلا الله، لا يرى في الكون إلا الله، لا يرى شيئا في الكون إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهو قلب ضارع ملتجئ بيد الله سبحانه وتعالى يناجيه، ولا يعلم شيئا في هذا الكون إلا من خلال الله. الله هو الذي فعل، الله هو الذي قدر، الله هو الذي رزق، الله هو الذي حمى، الله هو الذي قضى، وهكذا.